خلينا كده نفكر في شهر رمضان ويعني عين كده على الشارع المصري. الشارع المصري خلال 14 يوم أو 14 يوم أجمل من بعض في الشهر الكريم. هتلاقي حاجة لطيفة جدا في الشهر. استقبال الشهر للمصريين يعني يمكن يعني هذا العام كمان كان فيه استقبال ما بين التكافل والتراحم. هتلاقي وقت الفطار ده دي أحلى وقت يمكن في اليوم بالنسبة للمصريين. المصريين كلهم بيبقوا تقريبا في نفس الوقت بيقدموا التراحم والتكافل بشكل كبير. لو أنت ماشي على أي طريق سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة هتلاقي مين يوقفك من أهل بلدك، هتلاقي البلح الملفوف في كيس، هتلاقي مية، هتلاقي عصير، ولازم يقفوا عشان يوقفوا العربيات. قولي مين ده ممكن يكون موجود في أي بلد في العالم بس هنا في مصر. في كده تكافل وتراحم والشباب زي الورد واقفين، اللي شايل حاجات واللي شايل بوكس واللي بيحاول واللي بيساعد واللي عايز بس يطمن عليك إنك شربت بق مية وإنك فطرت. طيب لما احنا كده حلوين والتكافل والتراحم والشكل الجميل وموائد الرحمن والمبادرات اللي مفيش أجمل منها، لازم ناخد من روح الشهر ده ونكمل يعني عدينا كتير ونقدر نعدي أكتر. شهر كريم، الشارع المصري يتزين بالرحمة والمودة في أجمل شهور السنة رمضان. تعالوا نروح لدولتنا والأخبارنا. اليوم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية قبرص، واللقاء الحقيقة شهد عقد مباحثات منفردة، وكانت المباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم ملحوظ وكلنا تابعناه خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة، طبعا كلنا عارفين ده، وأيضا هناك مواقف دعم متبادلة بين البلدين في مختلف المجالات والمحافل الإقليمية والدولية، والتشاور أيضا المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر قبرص واليونان. وبتعد الحقيقة زي ما أنتم شايفين هذه العلاقات نموذج يحتذى به في التنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة أيضا يعني اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهة يعني الوجهة الخارجية الأولى للمنطقة. هو دايما بيشوف ده، وأيضا السياسة القبرصية بتشوف ده، وذلك منذ انتخابه في فبراير الماضي، وهو ما يعكس الحرص يعكس تماما الحرص على استمرار الطابع والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي. كما تم أيضا التوافق بهذه المناسبة على تدشين مجلس أعمال مشترك بين الجانبين. الحقيقة يبدو حفاوة اللقاء ويبدو أيضا التعاون والتشاور والحوار كان واضح جدا من خلال اللقاء النهاردة. الدولة بتحرص، والسيد الرئيس دايما حريص على كل العلاقات، خاصة العلاقات في دول الجوار، وبالنسبة أيضا لدول البحر المتوسط، لأنه كمان المشروعات اللي موجودة، مشروعات الغاز والكهرباء وكل المشروعات الموجودة أيضا بين قبرص واليونان، مصر حريصة عليها، والصورة النهاردة كانت بتؤكد على هذه العلاقات. تعالوا نتوقف مع حضرتكم عن فاصل لنعود ونستكمل معكم باقي فقرات اليوم النهاردة للتاسعة. أرجوكم عودوا إلينا بعد فاصل قصير. تفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم. نبدأ مجموعة كده من أخبارنا النهاردة. تعالوا نروح لهذا الموضوع وهو خبر أيضا مهم. أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعتماد المجلس خلال اجتماعه اليوم ترشح دكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو، وهذه بقى للفترة من 2025 إلى 2030
29، وهو يعتبر مرشح لجمهورية مصر العربية. وطبعا يعني هذا المنصب هو منصب مهم جدا، ومهم قوي انه يكون كمان من مصر. مصر اللي عندها تلت اثار العالم، تهتم ايضا بالثقافة والفنون والاثار والتسامح والسلام، وهي رسالة ايضا منظمة اليونسكو. تعالوا نسمع جزء من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ونستمع لهذا الجزء من خلال هذا المؤتمر الذي عقد مساء اليوم. النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه النهاردة ترشيح الزميل العزيز الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحة والأثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو اليونسكو للفترة اللي هتبقى تبدأ من 2025 إلى 2029. والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية اللي كانت الحقيقة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22، وضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين. والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب، وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء. والحقيقة طبعا يعني اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استنادا للمؤهلات التي يحوزها وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة، فضلا عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي. خلينا نتكلم عن الحقيقة ترشح دكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وده طبعا هذا المنصب ده استنادا للمؤهلات التي يحوزها وأيضا والإنجازات الموجودة الأكاديمية وأيضا التنفيذية ومؤهلات الحقيقة دكتور خالد العناني اللي ساعدت أيضا في إسهامات الكبيرة والكثيرة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك أيضا في مجالات مختلفة، العلوم والتربية والثقافة، والتي تعد هي أيضا نتاج كبير للخبرة اللي بيعمل فيها واللي حاز عليها الدكتور خالد العناني لأكثر من 30 عام في مجالات التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والأثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أيضا الأنشطة والإسهامات التي قام بها بالعديد في عدد كبير من الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر. أعتقد أن المؤهلات اللي بيحصل عليها دكتور خالد العناني، أعتقد أن هي إن شاء الله هتكون هي أيضا يعني وثيقة هامة جدا في ترشحه، وبإذن الله يقدر يعني يفوز بهذا المنصب. وطبعا أنتوا عارفين هذا الترشح لازم بيكون فيه أيضا يعني ناس بترشح ودول كمان بتساعد ودول أيضا بترشح، ومنصب الحقيقة مهم، ومصر الحقيقة تستحق هذا المنصب لما لديها أيضا زي ما قلنا من أثار وأيضا فنون وثقافة تتميز بها في العالم كله. طيب خلينا نروح بعد كده لخبر، والخبر ده هنروح بقى للدراما. الدراما زي ما قلنا احنا بقالنا 14 يوم دلوقتي ما بين مسلسلات مختلفة ومسلسلات متنوعة ومسلسلات كل مسلسل ليه موضوع، ومش عايزة اقول كل مسلسل ليه جمهور، بس هي دي حقيقة. يعني مش بالضرورة انه حضرتك يعجبك كل المسلسلات أو إنك ما يعجبكش كل المسلسلات، لأنه الحقيقة الخريطة لما اتحطت علشان المشاهد مختلف والذوق العام مختلف. أنا أحب مثلا مسلسل معين، أحب أتابع فنان معين، يعجبني موضوع معين، وبالتالي خلينا نروح لحاجة أنا شايفاها كمان حلوة في المسلسلات السنة دي. في عندك بالذات في مسلسل جعفر العمدة الموسيقى حلوة، خصوصا أنه المخرج يعني لجأ إلى أنه كل حلقة بيبقى لها مشهد مؤثر أو ختام مؤثر جدا، وعشان كده هو فضل أنه كمان يستعيد الغنى، يبقى في استعانة كده بالغنى، والغنى كده بيدي جو وبيعلي من المشهد، بيعلي من القيمة. أنتوا عارفين أن الموسيقى فيها شجن وبتؤكد على معاني، يبقى عايز يضيف مثلا معنى للمشهد، المشهد مؤثر، المشهد مثلا فيه مشاعر، فبالتالي لو صوت حلو، موسيقى حلوة، كلام مكتوب حلو، المشهد هيكون أعلى وأعلى. في بقى رباعيات بدأت، والرباعيات الحقيقة بتقدمها الفنانة الرائعة مروة ناجي والفنان طبعا المبدع أحمد سعد. وطبعا أنت ما بين مروة ناجي وأحمد سعد بتسمع
رباعيات بديعة، وأعتقد أن الرباعيات دي حتى بعد انتهاء المسلسل ممكن تعيش لوحدها، لأنه هنا كمان بيبقى المنتج الموسيقي اللي معمول هو نفسه ليه قيمة، فممكن أنت بعد شوية بعد المسلسل لو نجاحه تسمع كمان الموسيقى، فبالتالي تبقى أنت أنتجت كمان رباعيات وأنتجت أغنيات وأنتجت حاجات حلوة. هي تجربة مختلفة ولطيفة وبتدي شجن كده لطيف ومؤثر. تعالوا كده نروح لكواليس صناعة هذه الرباعيات مع الرائعة مروة ناجي. مساء الفل يا مروة. مساء الجمال يا شفكي، كل سنة وانتي طيبة. طبعا يعني صوتك بقى يا مروة والرباعيات دي بتطفي بقى جمال على يعني على المشهد، يعني وان احنا مرة نسمع بصوتك يعني ومرة نسمع بصوت يعني الجنس اللطيف وصوت جميل زي صوتك ومعبر، ومرة نسمع بصوت احمد سعد. كلميني على التجربة دي. عايزة اقول لك انا سعيدة بيها جدا جدا جدا. يوم ما بدأنا نتكلم ان احنا هنغني الرباعية دي كان المخرج الكبير محمد ثاني، لقيته بيقول لي مروة الرباعية دي تحديدا دي مشهد ماستر سين في المسلسل ومهمة جدا جدا. عايزة أقول لك أهمية الرباعيات اللي في المسلسل لا تقل أهمية بالنسبة لمحمد في اختياراته وفي متابعته بشكل مش طبيعي. فمحمد عايزة أقول لك من بداية الشغل في المسلسل دخلنا غنينا، طبعا بقى في كلام بيني وبين هيثم نبيل وخالد واحنا في مروة الرباعية. بصي الناس كلها فعلا شغاله بمنتهى الحب وكلنا على قلب بعض، فبدانا نقعد مع بعض شويه، هندخل نغني هندخل نجرب. فعلا دخلنا وغنينا فاينل، بعتنا لمحمد ثاني المزيكا. اول ما محمد سمع قام قايل لك لا انا عايزه الاغنيه تروح في سكه ثانيه، لان دايما هو عارف ان محمد سامي بيحب دايما ان يبقى في نيرف ويكون دايما الاغنيه فيها حماس وهي توصل للناس بنفس الشكل ده. فلقينا رد مختلف من محمد ان هو عايز الاغنيه تكون فيها حنيه ويكون فيها كميه شجن في الاغنيه ما حصلتش. قعدنا نشتغل على ده لدرجه ان انا فعلا وانا بغني الرباعيه دي انا كنت مخلوقه من العياط فعلا. هل هو بيديكي السيناريو وبتشوفي المشهد مكتوب ولا بيكون المشهد جاهز بتشوفيه؟ لا انا الحقيقه ما لحقتش اشوف المشهد لان انا كنت في الفتره دي مسافره بره مصر ولسه راجعه. تمام. انما كان محمد سامي كان حكي لي الموقف تماما كله، كان معيشني في الاجواء. هيثم بيشحنني بشكل غير طبيعي، يعني هيثم نبيل بجد عايز اقول لك من الملحنين اللي انا سعيده جدا اشتغلت معاهم، بالاضافه لانه مغني فبيعامل الفنان اللي قدامه ان هو برضه مغني، فعارف عارفه الاحاسيس اللي جواه، عارف امتى يعني صوته هنا يبقى فين مؤثر. وخالد نبيل برضه بجد من اهم الموزعين الموجودين في مصر، كلنا كنا موجودين في نفس الحاله وقاعدين بنشتغل عليها وكان في حاله من الحب بجد. يعني حتى اقول له طب يا هيثم ارجع لمحمد تاني، لو محمد عايز يغير اي حاجه قول لي. محمد بقى يسمع في نفس اللحظه وهو بيصور في المسلسل، بقى بقينا مستنيين محمد يسمع ويرجع لنا تاني. طبعا. ومحمد يرجع يقول لا انا عايز ده كده، لا ده تمام. فلا كان في طب قولي لي بقى يا مروه لما بدات الاذاعه واتذاعت اول رباعيه ليكي وخلاص انت بقيتي شايفه المسلسل بقى شكله ايه، احساسك بقى ايه؟ يعني هل ده الاحساس اللي انت غنيتي بيه من غير ما تبقي عارفه تطور المشاهد؟ يعني حسيتي انك ماشيه في نفس الاتجاه؟ انا اصلا خلي بالك انا عارفه اللي كان مضايقني قوي في بدايه المسلسل مردود الافعال من الناس، ان المسلسل كوميدي، ان المسلسل مش عارفه ايه، الناس لسه المسلسل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش المفترض الناس باول حلقه الناس تكتئب من اول حلقه. صح. فاحنا لسه الناس بتاخد دايما الشكل العام للمسلسل، بعد كده تيجي تعيش في الاجواء، بعد كده المشاهد بتكون تصاعديه. انا من اول الحلقه انا كنت بعيط زي بقيه الناس. أيوة. لبنى وانا عامله مشهد عبقري عبقري بجد، يعني بما تحمله الكلمه من معنى. ايه كميه الاحساس دي؟ تحسي ان لبنى ونس امي، يعني انا شفت فيها مامتي بجد. بقى اي مشهد لبنى ونس واحمد داش مع بعض انا بقيت حاسه قد ايه الست دي بتحبه قد ايه. طبعا. لا بجد انا سعيده وتشرفت اني كنت في المسلسل ده، واحداثنا لحد النهارده بعيط، يعني حتى امبارح المشهد بتاع جعفر وهو بيضرب اخوه طبعا ده كان مؤثر قوي.
جدا هو الممثل العظيم كمان اخوه حقيقي ممثل عظيم. طب انا عايزه اقول لك يعني بعد انتهاء العمل رباعيات دي بقى انت ممكن تغنيها الناس هتطلبها. خدي بالك الغنى بيعيش، يعني احنا عندنا تترات المسلسلات والغنى اللي بيبقى في الاعمال الدراميه بيفضل عايش هو كمان زيه زي المسلسلات. فهل دي تجربه حلوه للمطرب؟ بصي عايزه اقول لك يمكن دلوقتي الرباعيات اللي جوه المسلسل بقت اهم كتير كمان، مش عايزه اقول اهم من التترات، بقت فعلا بقت التفاعل بتاعها اقوى من التترات على السوشيال ميديا. يعني الرباعيه دي اول ما نزلت يعني انا عايزه اقول لك عامله فيوهات بالملايين على صحيح. على التيك توك. التيك توك الناس قعدت تعمل عليها فيديوز لحد النهارده لسه بتتعمل. يمكن علشان الرباعيه بيكون وقتها اقصر فالمسج بيكون اسرع وبيكون تداولها اسرع على السوشيال ميديا. وكمان خدي بالك هي بتعلي المشهد، يعني أوي. بتدي للمشهد كده بعد تاني. يعني هو انا لو قلت لك كده تندني حاجه منها هيبقى صعب؟ هو صعب لسبب واحد، لان انا لسه عامله عمليه بصراحه ولسه خارجه من المستشفى وفعلا الف سلامه عليكي، الف سلامه. فحقك طيب. على انت في عارفه عمري لا انا عارفه مني ده بس وأنا بس عارفه هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. نعمل ايه بعد كده بعد بس انتهاء رمضان نيجي ونغني الحاجات دي، يعني هيبقى حلوه قوي ان احنا نسمعها بقى مع مزيكا ونعمل اجواء كده لطيفه، لانه ده مجهود كبير وحلو. يعني ممكن نفصله بعد كده على المسلسل ونسمعه. لا لا فعلا فكره هايله، وعايزه ابارك لاحمد سعد لان كمان الرباعيات اللي احمد بيغنيها رائعه. امبارح عمل رباعيه هايله كمان رباعيات، لا وفي لسه رباعيات تانية جايه حلوه قوي قوي قوي. انت لسه عندك حاجات كمان صح؟ لا انا كان عندي الرباعيه الوحيده بتاعتي هو مشهد لبنى ونس، اول ما بتعرف خبر اللي هو بتشوف بتعرف ان ابنها ممكن يتاخد منها. فده الرباعيه بتاعتي، هيكون لاحمد لسه في كذا رباعيه تانية موجوده، تمام. يعني رباعيه كمان بس الميك الست. مروه انت دايما يعني كل حاجه بتعمليها حلوه مجتهده ودايما عندك تجارب لطيفه، وهنكمل معاكي وان شاء الله نعمل الفكره اللي بقولك عليها دي ونستمتع ونسمع هنا كتير حلو منك. مروه ناجي دايما مبدعه، بشكرك يا مروه، كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم. زي ما قلت لكم يعني الدراما مش بس تمثيل، انت عندك عناصر كتير جدا، مجهود كتير مبذول يعني، فهتلاقي كده ايه أجزاء مختلفة وإبداع مختلف، هنا موسيقى، هنا لقطة، هنا فنان لسه بيشق الطريق، هنا ديكور، هنا مثلا عايزة أقول إيه دويتو مثلا الأول مرة بتشوفه ما بين مثلا أنا يعني شايفة مثلا ما بين رمضان والشاب داش في كيمياء حلوة كده، جيل بيسلم جيل، فالحاجات دي لطيفة وبتفضل يعني موجودة في الدراما، والدراما بتطلع بقى إبداع كتير يعني. خليني أروح معاكم برضو من نفس المسلسل الفنان الشاب أحمد عبد الله، هو أحد الوجوه الجديدة في دراما رمضان السنة دي، والحقيقة هو خطف الأنظار بشخصية كارم فتح الله، وأنتوا عارفين يعني كارم كل يوم عنده قصة، يعني هو العدو اللدود لجعفر العمدة، وتحس إن هو قاعد له، يعني ما في يوم بيعدي إلا لما يفكر في أي نوع من أنواع الشر، محاولات بقى كتيرة جدا، وهي أعتقد هي دي الحبكة أو هي دي الشطة الدرامية اللي بتبقى موجودة. خلينا كده نسلم عليه ونقول له أخبار الشخصية إيه وهنوصل لغاية فين، الفنان أحمد عبد الله، ونشوف كده أو تحبوا نشوف مشهد الأول ونرجع نكلمه؟ خلينا طيب هنشوف المشهد ونرجع نكلم الفنان أحمد عبد الله. وصل بسلامته، اتفرج على النمرة اللي هتحصل. يا جماعة يا أهل المنطقة، ال 250 ألف جنيه هم اللي حكم بيهم المعلم جعفر على المعلم سيد أخوه. الله يبارك له، راجل يعرف الحق. الفلوس دي انا حاسبها هنا لاهل المنطقه، اهلي اللي محتاج فلوس يجي ياخد. طالب منك ليه؟ يرجع جاب منك ليه؟ سيب الفلوس يا ليف، الفلوس دي تلزمني.
بركات، روح مع المعلم نعيم افتح لك خزنه المعلم سيد، طلع لي منها 250 الف جنيه حطهم جنب اخواتهم هنا. حاضر يا معلم. بركات. خد يد يلا هزاك المعلم سيد تعال. يا معلم. مرة تانية طبعا يعني جعفر العمدة وكارم يعني خليني أقول له خليني أمسي عليه الأول وأسلم، لكن قبل ما أسلم عايزة أقول لكم الفنان أحمد عبد الله أصلا طبيب، فهنشوف يعني إزاي هو ترك الطب مكان رحمه شوية من اللي بيحصل فيه من جعفر العمدة. خليني أسلم على الفنان أحمد عبد الله. مساء الخير. مساء النور عليكم. يعني كنت على كان زمانك قاعد انا بضحك قاعد في العياده وتمام، وبدل ما انت كل يوم فيه مشاكل وضربه. يعني انا بضحك على المشهد اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي. هو أيوة. حتى ال 250 الف جنيه اللي اخذهم راح يترسم بيهم ويقول للحاره تعالوا خدوهم، مفيش فايده. يعني هو عل عليه برضه. مفيش فايده. انت هتفضل معاه كده للنهايه واضح. يعني احنا كل يوم عندنا مباراه ما بينك وما بينه. الدراما معموله كده. هو كارم فتح الله شخص، هو اصغر الاخوات في عيله فتح الله، شخص مدلل كان عايش وسط اخواته الكبار وابوه، هو فاضي للسهر والانبساط. مره واحده اتفاجئ ان اخواته واحد مات واحد دخل السجن، وهو بقى واقف قدام هذا العملاق يعني الكبير جعفر العمده اللي مسيطر على منطقه السيده زينب كلها. سريع الغضب، ما بيعرفش يتحكم في مشاعره، وفاهم ان هو ممكن ياخد حقه بسرعه جدا حتى بغض النظر عن اي حاجه. يعني هو مشكله كارم ان هو مش هتتعاطفي معاه، لان هو ممكن يستغل اي حاجه حتى لو اذلال اي حد اخر عشان ياخد يعني يكسب نقطه على حساب جعفر. لما الورق ده جالك والترشيح يعني، وقعدت مع المخرج محمد سامي، لانه الدور كله يعني جزء منه خناقات على بلطجه شر يعني طول الوقت يعني بالزبط. فانت بالزبط. اكيد يعني فكرت هتعمل فيه ايه؟ يعني ازاي تحضر نفسك وواقف بقى قدام محمد رمضان بجمهوره؟ طبعا هي يعني فرصه الشغل مع مخرج زي الاستاذ محمد سامي، وفي مسلسل كمان يكون فيه النجم محمد رمضان، هي فرصه يعني دي من كرم ربنا ونعمه وفضله على اي ممثل انه يقف في مسلسل مع العملاقين دول. حقيقي يعني ناس اثرت الدراما العربيه بمسلسلات قويه جدا. فاول ما جيت دور طبعا انت مش بتترددي، انت بتقبلي فورا وبتبداي تفكري ايه اللي ممكن تقدميه، يعني الدور ممكن يتقدم بشكل ازاي. زي ما هو الاستاذ محمد انطباع الناس في الشارع ايه؟ يعني ما بتقابل الناس بقى. يعني انا مش عايز يعني كله ناس زي ما حضرتك كده بتقولي يا اخي انت ما تنسى بقى يا اخي، خليك في حالك بقى وريحك بقى، ما تقعدش كل شويه عمال تفكر. يعني اهدى شويه، لان انت مش عايز تاخد حقك خالص، انت مش عايز تعمل حاجه معاه نهائي يعني. فانت اهدى شويه. طبعا طول الشيء يعني الحاجه الثانيه طبعا الـ 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 الاساسي بتاع المسلسل، كل طول ما انا ماشي في الشارع مين اللي خطف الولد اللي هو اساس المسلسل والدراما كلها مبنيه على فكره الولد وايه اللي حصل الحكايه. مين الشخص المجرم إزاي؟ مين المجرم اللي ممكن يقطع نسل بني ادم؟ يعني ممكن يوصل بيه الشر انه يقطع نسل بني ادم في الدنيا. يعني ده طبعا قمه الشر يعني الشر. الطب خلاص بقى على جنب والفن هو المتقدم ولا لا؟ لا لا انا الحمد لله انا برضو ما زلت بروح عيادتي وما زلت بشتغل، ويعني طبعا التمثيل هو اكتر حاجه بحبها ممكن تكون في حياتي يعني، لكن طبعا ما زلت بمارس مهنتي الحمد لله. تخصصك ايه بقى؟ تجميل. كمان تجميل؟ يعني ده مش ماشي خالص مع اللي حاصل في الشارع ده. مش ماشي خالص مع الضرب ده كله والبهدله دي. طيب يعني خلي بالك على نفسك بس عشان ايه تفضل العياده شغاله. هو بقى عشان لو حاجه حصلت هنقدر نصلحها. هتقدر يعني تصلحها اكيد يعني. يعني هي دي الفكره. خلاص ما بين كارم واحمد عبد الله الفيصل هيكون الجمهور في الاخر بعد انتهاء العمل. بشكرك جدا. لسه في دراما قويه جدا جدا هيتفرجوا عليها ان شاء الله. طيب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ورمضان كريم. زي ما قلت لكم هيفضل رمضان والدراما هتفضل كل شويه نتعرف على فنانين. انا ببقى دايما شايفه انه الدراما فرصه انك تشوف وجوه
مختلفة وتشوف كمان أداء مختلف. هروح لفنان آخر، الفنان أحمد الرفعي، وهو الحقيقة قدر في السنوات قليلة جدا أنه يبقى عنده مكان مميز على الشاشة الصغيرة. السنة دي هو مشارك في عملين الاثنين مهمين الحقيقة، الأول رسالة الإمام والتاني مسلسل ضرب نار، والاثنين مختلفين تماما. تعالوا الأول نبدأ وأوريكم كده جزء من رسالة الإمام وبعدين نرجع نكمل كلامنا. ما رأيك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ورسوله حرم الميت؟ تعلمنا أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها للإضاءة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ولكن العلماء اختلفوا في قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التي ينتفع بها؟ ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى الانتفاع بها. صحيح، ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى البيع لا إلى الاستفادة منه، ومن ثم فيجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. صحيح، ولكن الحالة تختلف هنا يا إمام. هذه الرقاع قد كتبت عليها آيات الله. بربك إن كانت لك حجة على هذا هاتها. حجتي ما روي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فماذا عن حديث ابن عكيم إذ قال: كتب لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، إذ أنه كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. ابن عكيم لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أصحابه، وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل. صحيح، حتى إن راوي الحديث. جميل الحقيقة مسلسل الإمام من المسلسلات الجميلة، وطبعا دور الفنان هنا أحمد الرفعي دور مختلف تماما عن دوره في ضرب نار. خليني كده نشوف طبعا يعني تحديات كتير قابلته سواء في المسلسل ده أو المسلسل ده، معرفش إذا كان من حظه أن الاثنين موضوعات مختلفة فيقدر كده يقدم نفسه ويقدم شخصيته بشكل مختلف كل دور على حدة. خليني أعرف التفاصيل الفنان أحمد الرفعي. مساء الخير. مساء الهنا والورد يا أستاذ، أخبار حضرتك إيه؟ أنا كويسة جدا الحمد لله. الحمد لله يا رب مشفقة عليك، يعني هنا في الإمام تمام وثقافة وهدوء ولطافة وتدين، وفي ضرب نار ضرب نار بقى يعني. ولا وفي كمان ستهم وفي الأهم من الثلاثة يحيى أكنوز كرتون الأطفال. أنا طبعًا يعني طبعًا ممتن جدا وسعيد جدا باشتراكي في العمل ده طبعًا، لأنه العمل الأول اللي أولادي بيتابعوه، وكذلك الأزهر مسلسل كرتون الأزهر الشريف طبعا. لا وجميل أنه إحنا نرجع نشوف كرتون مصري يعني فيه الإبداع المصري، صوت وتنفيذ وكده من الحاجات الحقيقة الرائعة يعني. طبعًا. السنة دي هل أقدر أقول أنه أحمد الرفعي يعني كان عندك فرص كتيرة أنك تطلع يعني تبدع في مجالات مختلفة يعني أو في أدوار مختلفة؟ لله الحمد، الحمد لله رب العالمين. طيب كلمني الأول، إحنا يعني على الشاشة دلوقتي رسالة الإمام، فهنا رسالة الإمام من الأعمال الصعبة، الأعمال المهمة، عندها رسالة، بتتعاون مع مخرج طبعا ومع فنان كبير خالد النبوي. كلمني عن الكواليس وعن علاقتك بخالد النبوي الإمام في المسلسل. وإحنا طلبة في المعهد العالي فنون المسرحية كانوا الممثلين الأولمبيين أو يعني اللي مهتمين بمسألة حرفة التمثيل، كان يعني من أهم طموحاتهم أو أحلامهم المهنية إن هم يشاركوا العمل مع واحد من الخالدين الثلاثة، خالد صالح، خالد الصاوي، خالد النبوي. صحيح، خالد النبوي كان واحد من الفنانين اللي دأبهم واجتهادهم وإبداعهم ملهم لكل الطلبة والدارسين لهذا الفن في الوقت اللي كنا بندرس فيه. ولحد دلوقتي فرصة اشتراكي في عمل بطله الفنان خالد النبوي كانت يعني فرصة قد ايه، يعني انا
وانا شغال ما بكونش ما بتسعفنيش الكلمات عشان اقول له اوصفه احساسي انا ببقى عامل ازاي واحنا واقفين في مكان التصوير، لكن انا يعني انا في منتهى السعاده بالفرصه وبال يعني مش عارف والله، حتى دلوقتي وانا بكلمك الكلمات مش صعفاني ان انا اقولك. دورك في ضرب النار. والله يعني زي الأشرار اللي انت شفتيه، الأشرار الناعمين دول اللي هم عارف يعني شر كده زي الأفعى زي الحقيقة، وشغال بس ناعم وشكله ودود وطيب بس هو شرير جدا. ايوه شبه تقريبا الاشرار اللي احنا بنلقاهم في الحياه. أيوة لانه صحيح. الشرير اظن انه بالضروره ما ينفعش يكون شره بادي وظاهر، فيعني خاصه انه في سياق الحدوته اللي احنا بنشوفها انه قريب من شخصيه جابر الكوماندا، وانه يعني ما بيبقاش منتظر منه الشر اطلاقا، فعشان ما يبقاش منتظر منه الشر. كواليس بقى دي مش اول مره تشتغل مع طبعا فنان احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز، الكواليس عامله ازاي؟ يعني اولا العمل لطيف في خف الدم وفي اكشن وفي حاجات كتير، كواليسه ازاي؟ شوفي دايما من اول ما التقيت مع احمد في الاختيار، بعدها لما التقيت مع احمد وياسمين في ضرب نار، كان دايما الكواليس بيبقى فيها كثير من التودد وكثير من المحبه وكثير من يعني انا دايما كنت ببقى موجود بناء على طلبهم ورغبتهم ان يكون موجود في العمل، وده بصراحه كان بيديني دايما مساحه ان الواحد يعني يؤدي مهمته ويبدع باريحيه وسلاسه وطلاقه. بس استنى يعني ده هو هيطلع لك من السجن وربنا معاك بقى، يعني هتشوف بقى هتشوف ايام هتشوف ايام مختلفه يعني مش هيبقى طيب ابدا كده معاك يعني قعدت في السجن طبعا. 5 سنين استنى بقى دورك يعني هتفضل الدراما المصريه فرصه للابداع لكل الوجوه ولكل الفنانين، وتفضل فرصه انه الفنان يعمل ادوار مختلفه. بشكرك شكرا جزيلا الفنان احمد الرفعي. دراما مكمله واحنا مكملين معاكم غدا حلقه جديده من التاسعه، ارجوكم ابقوا معنا.